مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم من جديد في حلقة جديدة وحلقة مميزة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. مثل ما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجلا مميز، ومن زاوية رجال الأعمال الأكثر تميزا رحبوا معي بالأستاذ بلال السمهوري، صاحب شركة طرابلس لتجارة السيارات المستعملة. بداية أسعد الله أوقاتك أستاذ بلال. أهلا وسهلا فيك، أسعد الله أوقاتك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. طبعا بالبداية نورتنا عبر شاشتنا ABC العربية. شكرا. اليوم أستاذ بلال حابين نتعرف عليك ونعرف السادة المشاهدين أكثر بحضرتك وعن بدايتك العلمية والعملية. كيف بلش موضوع البزنس معك؟ تفضل. أنا طبعاً اسمي بلال السمهوري، أنا أردني الجنسية. حياك الله. الله يبارك فيك. بدايتي كانت يعني في الأردن تعرف. نعم. وإحنا يعني كنا بالمدارس وهيك اتجهت لموضوع التجارة. نعم. لأنه والدي كان يشتغل بالتجارة. نعم. وبعدين انتقلت في عمر 15 سنة للبنان لأنه والدتي لبنانية. نعم. في طبيعة الحال يعني وين أمي عايشة رحت، عرفت كيف؟ ورحنا والله واشتغلنا بلبنان. طبعا بتعرف الشعب اللبناني شعب عظيم يعني مسافر بكل انحاء العالم، وفي قريب من قرايب امي يعني كان قنصل فخري لدوله بليز في حوض الكاريبي قريب للمكسيك، يعني الى حدود من الشمال مع المكسيك مع الجنوب شرق مع غواتيمالا والهندوراس. اها حلو. فصحتي صفره طبعا بتعرف يعني بيغتنم الفرصه الانسان انه إذا صحت له فرصة هيك، وطلعنا الحمد لله وكافحنا وكان موضوعنا مش هين يعني، واشتغلنا الحمد لله رب العالمين. برافو عليكم. الله يبارك فيك. واستقرينا هناك، أنا مستقر هناك من 2002 يعني لي تقريبا ما يقارب 20 سنة. طبعا مش متواصلات، كنت أنا أجي على الدول العربية أحيانا لبنان أحيانا السعودية كعمرة، الأردن طبعا بلدنا الحبيب. صحيح. عرفت كيف؟ مسقط رأسي يعني نروح نزور الأهل والأقارب هناك. وفي 2008 جيت واسست شركه في الاردن. نعم. لقطع السيارات طبعا في مجال. نعم. الاخ اخي يعني، والحمد لله كان موضوعنا منيح واشتغلنا الحمد لله وانتجنا. وبعدين في لي اخ ثاني مسافر في استراليا كمان بنوجه له تحيه. الله يبارك فيك. اسمه علي السمهوري. نعم. أبو بلال كمان اسمه هو. أبو بلال حلو. آه. أكيد أكبر تحية من قناة ABC العربية لأبو الله بلال. الله يبارك فيك. نعم. وبعدين حبينا نتطور يعني، عرفت كيف؟ أخي بي 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 بأستراليا بسيدني عايش، صار يشتغل يتعاون مع أخوي اللي هو أحمد السمهوري ويبعث له طبعا قطع سيارات للأردن. نعم. وكنا نورد للبنان للأردن لسوريا للسعودية. فحبينا نتطور وتعرف يعني كل انسان عنده طموح. بالضبط. طموح ما في صف لإله ان شاء الله. فما لقينا افضل من دولة الامارات. صحيح. العربية المتحدة. نعم. لانه كل الانظار وكل الاتجاهات يعني قطب في الشرق الاوسط عظيم. نعم. جدا هو قطب الامارات العربية. صحيح. المتحدة. فاجينا نفتح هون نأسس شركة يعني في سنة 2018. نعم. في اواخر 2017 اجى اخوي احمد وحاول يعمل بيزنس هون، وكانت اموره مسهله وطيبه، وكانت اكثر شيء انبسطنا فيه هون تعامل كاخوه عرب. تعامل. صح. النظام. صحيح. الترتيب، النظافه، العدل بشكل عام، والامور الثانيه العمليه اللي هي امور الاستيراد والتصدير كانت مسهله كثير كانت يعني جيدة جدا، ممتازة يعني بقدر أقول ممتازة يعني. أنا بطبيعة الحال سافرت أكثر من بلد بالعالم، بقدر أقول يعني من أوائل الدول الداعمة للاستثمار كاستثمار آمن دولة الإمارات. دولة الإمارات بشكل عام يعني، عرفت كيف؟ وبنفس الوقت يعني لقينا تسهيلات كثير بأمور التخليص بأمور الجمركية والسرعة. صحيح. والسرعة في الأداء يعني أكثر دولة بالعالم أنا حسيت فيها سرعة في الأداء. صحيح. يعني بقدر احكي لك يعني مختصر يعني ممكن يجيب كونتينر بثلاث ايام يكون عندك بمحلك. صح. فهذا الشيء مش. صح. سهل، شيء صعب جدا. وكمان دولة الامارات منفتحة على كل العالم، منفتحة على الشرق، ووجودها كحلقة وصل بين الشرق والغرب خلانا يعني ناخذ قرار نيجي نعمل يعني مركزنا الام هون في دولة الامارات. صحيح. صحيح. كيف؟ صح. وبعتقد انه دولة الامارات منفتحة على كل العالم.
صحيح يعني ما شاء الله عندكم جيتوا وبلشتوا وانطلقتوا وما شاء الله عندكم مستمرين ان شاء الله. ان شاء الله بدعم اهل الامارات ودعم اخواننا العرب اللي بيجوا لعنا ودعم الاجانب كمان اللي صحيح. اللي احنا بنتشرف بوجودهم وجودهم معنا في دوله الامارات. ان شاء الله مستمرين وان شاء الله يعني في تفاؤل ان شاء الله وتكونوا من الناس المنتجين في هذا البلد. الان استاذ بلال ما شاء الله عنكم طبعا قصه نجاح يعني سبحان الله النجاح يولد من رحم المعاناه، فاحنا الحمد لله نجحنا وهينا وصلنا لليفل المطلوب وان شاء الله نوصل اكثر. الان خلينا نحكي نعرف للمشاهدين اكثر عن طرابلس لتجاره السيارات المستعمله وقطع السيارات المستعمله. خلينا نتجه لهذا الموضوع انه انتم اخصائيين بقطع بنوعيه سيارات معينه او كل السيارات، وبالنسبه للقطع خبرنا اكثر عن مجال عملك. اوكي احنا طبيعه عملنا طبعا بشكل عام نعم. مختصين في المرسيدس، يعني احنا من زمان مختصين بالمرسيدس كسيارات ولا كقطع؟ كقطع سيارات كقطع كقطع نعم. سيارات مستعمله وجديده نعم. عرفت كيف؟ يعني اوريجينال بارتس او جديده او مستعمله، هذا اختصاصنا. طبعا مفتحين لكل انواع السيارات والتجاره بشكل عام، يعني عرفت كيف؟ بنجيب انواع، ما في داعي نذكر الانواع، تقريبا معظم انواع السيارات بنجيبها، خاصه لما اجينا لهون، لانه مثل ما قلت لك انه دوله الامارات مفتحه على كل العالم، فمطلوب قطع سيارات من جميع انواع قطع السيارات. صحيح. يعني بيجي عندك اشكال الوان، يعني من كل انحاء العالم بيجي عندك اشخاص بيشرفونا هون دولة الامارات، بزورونا وبيعملوا شوبينج من هون وبيجوا بيشتروا من عندنا. صحيح. فبنجيب كل انواع السيارات، بس اختصاصنا بشكل عام واكثر شيء بنعرف فيه المرسيدس. يعني كيف؟ لنا فتره فيه، اخوي يعني اصغر مني بسنتين هو بيعرف اكثر مني بالمصلحه، بس احنا بشكل عام منفتحين على جميع انواع قطع السيارات ما شاء الله. واخترنا هون مثل ما قلت لك، يعني لانه تقدر تجيب كل انواع قطع السيارات وتلاقي لها زبائن هون بالضبط، ومن وين ما بدك من وين ما بدك مكان بكل السهوله وبكل موقع جغرافي صحيح. موقع جغرافي عظيم. صحيح صحيح، عرفت كيف؟ هذا متفق عليه. الان استاذ بلال خلينا نتحدث عن المنافسة الشريفة الموجودة داخل دولة الإمارات. هذا سؤال مهم، إنه إحنا كيف استمرينا بالرغم من هاي المنافسة الشرسة؟ تفضل. طبعا أكيد نحن نحط بأولوياتنا وين إحنا بنعمل شوبينج، وين بنشتري قطعنا والبضاعة بشكل عام، وين بنشتريها من أي بلد، وبنحاول ندور على أرخص سعر لما بنشتري قطع، بنشتري البضاعة لنجيبها لهون. طبعا لما بتجيب ارخص بضاعه بتقدر تحط عليها نسبه ربح قليله وتضلك تقدر مستمر انك تقدر تنافس على الاقل بكواليتي عالي وسعر منافس. طبعا ومن دائما بندور على الكواليتي، انه يكون قطع السيارات اللي احنا بنجيبها نظيفه وبنعطي ورنتي فيها، عرفت كيف؟ ونحاول نجيب، لما بنجيب سعر كثير منيح بنقدر نبيع بسعر منخفض. وطبعا الاداء والتعامل والامانه، هدول طبعا اكيد احنا ما يعني اكيد كل شيء أكيد هذا الشيء يعني بيضمن استمرارك في الحياه بشكل عام. بالضبط. احسنت شكرا لهذا الكلام الرائع والطيب. الان استاذ بلال وين حنصير بعد سنتين او ثلاث من الان؟ شو هي الخطه الاستراتيجيه للاستاذ بلال؟ انه بنحب نفتح بزنس ثاني، بنحب نطور، خبرنا. والله طبعا الطموح الانسان ما بوقف، عرفت كيف؟ نعم. طبعا تقريبا بدك تحكي طموحنا يعني وصل لمرحله كثير متقدمه لما جينا على الامارات. نعم. عرفت كيف؟ هلا طموحنا طبعا نكون اكثر من بلد في العالم، يكون عندنا مثلا، انا بنظري يعني كبيس يكون عندنا بيس كل منطقه في العالم. طبعا يعني المركز الرئيسي راح يكون هون دبي. عرفت كيف؟ دبي. ممكن يكون لنا مثلا، هلا احنا لنا محل باستراليا، اخوي نعم. موجود باستراليا. طبعا استراليا بلد عظيم كمان. طبعا وجه تحيه لكل اهل استراليا، للجاري الاسترالي هون ان كانوا عرب وان كانوا استراليين. طبعا وممكن بفكر انا يعني تقريبا ممكن يكون لنا بيس في امريكا، في يونايتد ستيتس في امريكا. طبعا عرفت كيف؟ وبعدين بحكم وجودي في منطقه حوض الكاريبي، احنا قريبين على المكسيك، بدنا نشوف نحاول نجيب
بضاعه من المكسيك ونحاول يعني نستوردها ونحاول نسوقها هون في السوق ان شاء الله. الله يوفقكم يا رب، وانا متاكد انه هذا الشيء حيتم لانه انتم من الناس المثابرين. تسلم. والناس اللي فعلا بتحبوا تحققوا احلامكم ان شاء الله تحققوها قريبا استاذ بلال. الان خلينا نتحدث قليلا عن دوله الامارات، عن الامن والامان اللي موجود، انه هي اكبر منظومه بالعالم. يعني نسبة الناس اللي بتتجول بالشوارع بالليل اللي هي وصلت 99%، انه هي اول دولة عربية آمنة، وعلى مستوى العالم طبعا مش بس عربية آمنة. فاحنا بدنا رسالة شكر لشيوخنا وحكامنا من طرابلس لتجارة السيارات المستعملة وقطع السيارات المستعملة، الأستاذ بلال صاحب الشركة. تفضل. يعني شرف تسألني هيك سؤال. يعني عرفت كيف، انا يعني بقدر هالسؤال انه سألتني اياك انا شخصيا. عرفت كيف؟ ما بعرف إذا وقت البرنامج بكفي لتشكر أو تذكر وصفات الحياة هون. صحيح. أو الخدمات اللي بتتقدم لنا من دولة الإمارات. صحيح. وأنا كتير بتشكر حكام الإمارات شيوخا وأفرادا وشعب بكل ما يعني لا يسع قلبي اني اشكرهم. صحيح. ما شاء الله، يعني رسالتك وصلت من القلب. واضح. الله يخليك. الله يخليك. الله يخليك. ما شاء الله عنك. يعني الله يخليك. هو صدقا يعني رساله الشكر دائما مجروحه في شيوخنا الكرام. الله يخليك. ولكن الحمد لله انه احنا موجودين على ارض الامارات. شكر خاص لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد. نعم. رئيس دوله الامارات العربيه المتحده. الشكر موصول لك استاذ بلال. الله يبارك فيك. شكرا لك. استقبالك الرائع. تسلم. الله يبارك. شرفتونا والله. خاصه بحضرتكم ان شاء الله دائما مزيد من التقدم والنجاح. وقبل نهاية البرنامج توضيح بسيط للمشاهدين وين احنا موجودين بالشارقة. تفضل. نحن موجودين في صناعة ثلاثة. نعم. في الشارقة خلف مصنع ثري ستار. نعم. لصناعة الاسبنج. جميل. منطقة البلدية بيحكوا، واحنا موجودين بالخلف ثري ستار. جميل. طبعا مشاهدينا الكرام، ارقام التواصل في اسفل الشاشه مع الايميلات لشركه طرابلس لتجاره السيارات وقطع السيارات المستعمله. شكرا لك مره ثانيه. شكرا لك. شكرا حبيبي. الله يخليك. المره الجايه بنزوركم في مكان ثاني ان شاء الله. ان شاء الله. وفي مكان كمان اكبر من هيك. الله يبارك فيك بدعمكم. اكيد راح يصير. طبعا. شكرا. شكرا. شكرا كثير. بارك الله فيك. شكرا. مشاهدينا الكرام، الى هنا نختم حلقتنا لهذا الاسبوع. تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC العربيه وعلى السوشيال ميديا. دمتم بخير وفي امان الله.